اهلا وسهلا فيكم شباب. هلا فيك والله حبيبي. هلا فيكم حبيبي. اهل اليمن ومتابعين اكرام، اليوم لح انكبلكم اكرم نهائي حجلد. اليوم الفيديو يا شباب لا حيكون تحدي ولا حيكون كلمات اسئله، لا اليوم جلد، ما في رحمه اليوم. ايش عندك طيب؟ اليوم جايب له 5 اسئله لاكرم. طيب لا وريني وريني خلينا نشوفها. لا لا يا شباب ما بيعرف عن اسئله بنوب، 5 اسئله بس. هلا حينصدم من وقت ما من اول ما يسمع اول سؤال راح ينصدم جلد. خمس اسئله عن حياته، عن حياته الشخصيه ما بتعرفوه بنوب عنه. انا بوريك بالاسئله تبعك الاسئله يا جماعه. هو كمان مجهز لي. شو اكثر شيء عجبك بهالبلد بهولندا؟ اكثر شيء عجبني بهذه البلد الطبيعه، طبيعه البلد، طبيعه جميله جدا. اوكي هذا أكثر شيء عاجبك فيه؟ وكمان الدراسة يعطوك فرصة تدرس تتعلم، هذه الأشياء يعني عجبني فيها. صح البلد. صح أنا معه بهاي النقطة. كم الراتب يعطوك راتب يا أخي؟ يعطوك فلوس يعني. صح هذا راتب. في مميزات هنا مش موجودة في بقية الدول. في الدول العربية. يعني لو تجي مثلا هنا المساواة كمان يا شباب، المساواة هنا مثلا انا والهولندي او سوري او اي جنسية، انا هو كاسنان المشاكل في القانون، في المعاملة، في كل حاجة. هذا شيء جميل في البلد. صح. يعني صراحة. كل واحد له يعني كل واحد له حقه، ما في هاي. واحد يقدر كل واحد راح حقه. طبعا الحمد لله. السؤال الاول يا شباب مرينا فيه، الله يستر. هاي اول سؤال لفت منه. بس انا هلا ما اعرف انا شغله، انا بعطيهم واحد واحد. الجلد هلا جاي، الجلد جاي. اعطيني كمان القلق يا شباب قسم بالله. هي الليل حملي الجلد جاي. اعطينا خلينا نشوف ايش معك. اوكي ثاني سؤال. خش على ثاني سؤال دغري. هل انت مقتنع بعيشتك بهولندا؟ مقتنع من جواتك انه انت اوكي؟ والله شوف هولندا اديها 7 من 10. 7 من 10. إيه؟ مقتنع 7 من 10. 7 من 10. طيب والثلاثة من اللي مو عاجبك؟ خلقوا في ايام الشتاء الجو. اوكي في ايام الشتاء يمكن ايش كمان يعني؟ نحن هون اغلبية الوقت برد يعني. هي برد والله. ببلش البرد من الخريف، مطار، قصص. يعني الشتاء دائما عندنا شتاء. قلنا البرد. البرد واحد. ممكن هي تكون صعبة تربية الأطفال. تربية الأطفال أطفال من أنه ناحية؟ من ناحية مثلا من ناحية الدين بس يكبروا بس من ناحية هاي هي مثلا الاستقلالية عندهم الزلف ستاندر، يعني أنك تعيش مستقل. دائما لما تعيش يعني مستقل تعيش أنت تجيك ضغوطات في الحياة. لما تكون لحالك 15 10 سنين 12 سنة عايش لحالك في بلد، أكيد حتنصب بستريس، حتنصب بجنون. اهلاك مش موجودين جنبك، هذه ترى صعبه جدا. هذا بس الاستقلاليه لها ميزاتها ولا ايوه في مميزات. مثلا بالاستقلاليه انه لك خصوصيه، تقدر تسوي اي حاجه في انت عايش لحالك. صح. ولكن اضرارها اكثر من نفعها. اضرارها اكثر من اوكي خلاص. الجواب الثاني عدى بس هو لسه مو عرفان. هلا جاي الاسئله دي الصعبه. والله احنا بس نطلع يا شباب قسما بالله. طيب ماشي. السؤال الثالث، شو هو حلمك بالبلد هاي؟ شو انت هلا انت اكرم؟ سؤال جميل. شو انت شايف مثلا اكرم بعد 5 سنين؟ شو بتتوقع يكون؟ شو حلمك؟ شوف اعطينا انه انا عندي حلم يا شباب باذن الله الواحد الاحد، كل واحد يطمح ان يكون عنده شيء. انا ادرس في مجال تصميم الازياء. اوكي في مجال تصميم الازياء. أيوة. صح انا ادرس، انا حلمي اخلص دراستي اخذ الشهاده، اروح اي دوله خليجيه بصراحه ما بقعد هنا. بس اذا جتني الفرصه واقدر افتح هنا مشروع مثلا في مجال الدراسه اللي ادرسها انا، حفتح. اذا ما قدرت حرجع على دول الخليج وحفتح لي مشروع هناك وحشتغل، لانه عارف انه حنجح هناك اكثر من هنا، لانه انا جاي يعني ايه تقريبا انت عارفان السوق الخليجي شلون شغال وماشي. انك انت خلينا نوضح لانه هو كان عايش بالخليج، كان عايش فتره منيحه بالخليج. هاي هي مشان هيك هو
ان شاء الله باذن الله دعواتكم يا شباب، ما دعواتكم انا باذن الله انا ادرس في مجال تصميم الاجيال، يعني قص البطرون قص عدل لك يا رجال كورجين، هذه برضه فكره باذن الله الواحد راح حتكون من ضمن المشروع اللي انا قاعد افكر فيه من ضمن حلمك، من ضمن حلمك اللي انت بتطمح انه تكون في هذا الشيء ان شاء الله. اوكي، ثالث سؤال باقي اثنين يا جماعه، اثنين بس لا قلدوا بالاسئله، ها انا بقلده بقلده، شوف بقلده لا اوكي، اللي بيضحك بالاخير بتعرف هذا المثل؟ لا والله. اوكي يا ركزوا، هل شي مره اكلت لحم الخنزير بالبلد؟ يا اخي ليش تجيب لي هذه الاسئله؟ قلت لك هلا بلشنا جلد، شي مره اكلت لحم الخنزير بهالبلد؟ شوف بقول لك الصراحه، صراحه ما نحن اول شيء قلنا الصراحه. اوكي ما بتحكي الصراحه، انا والله بتكلم بالصدق يا شباب دائما، انت حط نفسك في مكاني انت ايها المشاهد ايها المتابع، انت جديد في بلد، اوكي في بلد، انت جوعان ما تعرف لغه، ما عندك لغه ابدا، اوكي ما عندك لغه، واحد يعطيك اكل يعني رحت مطعم ماكدونالدز. طب ماشي ماشي ماشي، احكي لنا القصه اللي صارت معك. صارت لي ما تعطينا امثال، احكي لنا القصه اللي صارت معك. خلاص اوكي يعني انت نعم انت اكلت اكلت طب ولكن طب احكي لنا شلون صار، اكلت بالغلط. طب احكي لنا شلون صارت القصه. صارت القصه مره رحت انا وصديق على ماكدونالدز، لسه واصل من لسه جاي على هولندا جديد، مش عارف اي حاجه يا شباب، ها والله العظيم ما اكلت الشيء هذا بالغلط وما خلصته كمان، اوكي ما خلصته ما اكلته يعني الكامل. طب شو اللي صار؟ اوكي انا وصاحبي قاعدين ناكل، بعد السبب كلمه اللي اكلت الخنزير لحم الخنزير هي كلمتها، كنت قاعد اطلب بالكاشير انا مش عارف اي حاجه، هي تقول لي مدري كذا لحم وكذا، اقول لها يا 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 كلمه يا كلمة هي السبب السبب الاساسي اللي خليتني اكل هذا الشيء. انا افتكر تقول لي دجاج، ما ادري ايش لغتهم، ما انا مش عارف اللي قاعد تقوله، وبالاخير اكلت لحم الخنزير. بس كلمه يا يعني بدل اوكي او يس او اوكي يعني هو يا بالهولندي معناته نعم 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 اوكي. لما هو يسالنا ويكلمنا نقول له يا 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 ويا اكلتنا لحم الخنزير يا شوفوا ايش اكلتنا، اكلتنا لحم الخنزير، اكلتنا عقد في شركه اتصالات لمده سنتين، اكلتنا اشياء كثيره، فانصح الناس الجديده يعني انت صار معك كذا موقف، موقف بسبب كلمه يا انا كمان صار معي مواقف، اكلتنا لحم الخنزير، اكلتنا عقد في شركه الاتصالات لمده سنتين بسبب كلمه يا، اتصلوا علي انه كذا في شركه الماء، شركه الكهرباء، شركه الغاز، نقطه مهمه عن جد. فالناس يا شباب هذه النقطه والله ركزوا عليها، نقطه مهمه، بجوز كلمه نعم او لا تجيب لك مصيبه، تجيب لك مصيبه اذا ما كنت فهمان السؤال اللي بيسالك عليه، رجع اساله عادي، رجع له انا ما فهمت شو قصدك، رجع عدلي، رجع اشرح لي هنا. بس كلمه يا اذا كنت عايش في هولندا صح، اذا كنت عايش في هولندا انت بين كلمه يا وكلمه نعم لازم تعرف وين تستخدمها، اذا ما عرفت وين تستخدمها اقسم بالله توديك 66 داهيه، ممكن مو بس مو باشياء، بس اشياء مو ممكن مو في بالاكل والشرب، ممكن في اشياء جنائيه في الحكومه في اشياء صح 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 صح. فانتبهوا يا شباب، شوفوا وين اديتنا كلمه يا، وان شاء الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى يغفر لي، دائما نوع نيتي وانا مش عارف ترى، ها مش عارف. طب انت لما عرفت شو ساوي؟ لما عرفت انه انت عم تاكل لحم الخنزير ما رجعته، ما استفرت، ما دخل في بطني الحمد لله. اوكي اوكي بتصير بتصير يعني احنا عم نحكي مواقف اليوم، بس يا جماعه طعمه لذيذ يا شباب، والله اعوذ بالله، والله العظيم رجعته قسما بالله رجعته خلاص، لانه انا كمان صارت معي على فكره بس ما حاحكي، جايك الدور جايك الدور جايك الدور جايك الدور. فهذه الاشياء لازم الانسان ينتبه لها، والله لازم الانسان ينتبه لهذه الاشياء خلاص. أوكي. هذه جوابي وان شاء الله تعرفوني على لا 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 لا, لا. هذا السؤال الرابع، هلا جاي السؤال الجلد، هذا السؤال النهائي ورح ننهي المقابله، السؤال النهائي تفضل. اللي ما بيعرف عن اكرم هيا ليه ما بيعرف عن اكرم، اكرم بيشتغل بمطعم، ما اشتغل يعني بعض الاحيان اشتغل بعض الاحيان بيشتغل بمطعم لانه أيه. راتب الطالب طبعا ما بيكفيك ل امور يعني انا صراحه اشتغل طلبات توصيل طلبات يعني دليفري يعني بعض الاحيان الشغل معي شغل معي بس اللي السؤال اللي احنا عندنا هون بلد منفتح اكيد انت في هولندا اغلبيه يعني. الهولنديين بيطلبوا اكل بس مع مشروب، هل اكرم يا اخي من كثر يا اخي هل الله. اكرم شي يوم وصل
أكل مع مشروب؟ نعم. مع مشروب. أكثر من مرة وصلت أكل. أوكي. في بداية شغلي ما كنت عارف. وصلت أكل في بيرة. واقف. في هون ملاحظة لازم يعرفوها. أنت وصلت أناني مشروب ولا أكل معمول مع مشروب؟ هون في كتير مطاعم إيطالية. في أكل. أكل بحطوا بقلبه. مشروب واين او اي شيء صح. بس انت شو اللي صار معك؟ انت وصلت اكل بقلبه مطبوخ مع المشروب؟ مع المشروب ولا مو مشروب؟ ولا انت مع مشروب؟ الاول مشروب والثاني مشروب والثالث. يعني انت عامل من جميع القصص. اي بس يا جماعه انا كنت يعني اخذ الامور سهله. ف طبعا الفلوس ما فيها بركه في بالذات في هذا الشيء ما تكون شيء عارف له. بس انا بطلت طبعا بطلت بالامانه والله ما اخذ مشروب. في البدايه كنت اخذ مشروب فبطلت لعن ابوها فلوس لانه لعن الله حامله وشاربه وكذا وكذا وكذا. فانا بطلت يعني كنت مجبر ان انا اشتغل. كان ما عنديش يعني لازم اشتغل لازم اكل. فاشتغلت فتره وستوب وقف. كنت يعني لما اوصل الاكل اقول له انا ما بوصلش هذه الاشياء يعني اوصل اكل بس.